السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالي السهله والبسيطه في تحضير كروكيتاس بالروس، كيجيو سهلين واقتصاديين ومزيونين بزاف. ان شاء الله يكونوا صحيين بدون قل، فبقوا معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. فرجه ممتعه. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا تقريبا واحد 4 كيلو ديال الارز اللي سلقته في الماء والملح سلقه كامله، يعني كنسلقو حتى كينضج تماما. انا استعملت هذا اللي الحبه ديالو طويله، ملي كيتسلق كيجي كيبقى هكذا، كتبقى الحبه مفروزه. ممكن تعملوا اي نوع اللي كيعجبكم، هكذا كيجي المذاق ديالو مزيان وكيجي مزيان ملي كيتسلق. بالنسبه لهنايا عندي واحد البصيله صغيره، يعني ما تكونش كبيره بزاف، قليتها في واحد شويه ديال زيت الزيتون مع الملح والابزار. هنا عندي الفلفل الاحمر مشوي، ضروري يكون مشوي باش كيجينا الكروكيتاس كيجيو لذادين كيجيو مزيونين. وعندي هنايا واحد العلبه ديال التون، هذا اللي كيكون في زيت الزيتون كيجي المذاق ديالو ألد، طبيعه الحال كتصفيوه، ممكن تستغناو عليه، يعني تعملوا الكروكيتاس غير بالمذاق ديال البصل وكذلك الفلفل، كيكونوا هكذا اقتصاديين. انا كيعجبني هكذا نعمل هذه الاضافه هذه حيت الاطفال كيعجبهم. ممكن تعوضوها مثلا بالكفته بالجامبا حتى بالطريفات ديال الدجاج، حتى هما هكذا متبلين ومقليين. ممكن تعملوا حتى اللي كيعجبها المذاق ديال الفيومي اولا الشاركوتري، تقدروا تحملوا سلامي اولا سلمون مدخن اولا اي نكهه ممكن انكم تضيفوها على حسب الذوق ديالكم. هنايا عندي واحد البيضه كامله، غادي نستخدموا الاصفر والابيض. وعندي هنايا واحد الكميه ديال الجبن، ماشي بزاف، تقريبا واحد نص زليفه صغيره ديال الجبن. انا استعملت هذا اللي خاص بالفران، يعني كيدوب مزيان ما كيبقاش كيعطينا ديك التعليكه. عندي القليل من المعدنوس، يعني المعدنوس ما تعملوش قزبر، هذا كان عندي في المجمد. غادي نستعمل واحد جوج ديال الملاعق ديال الجبنه ديال الدهن، استعملت هذه لي لايت يعني باش ما تجيش شويه قويه. ممكن تعملوا حتى ديك اللي كتكون من السما بالاعشاب، حتى هي مزيونه، انا ماشي متوفره عندي، كتكون من السما، كنت سبق لي وريتها لكم في الدي، وكاينه حتى في ميركادونا كيكون فيها الثوم والمعدنوس. بالنسبه للتوابل، عندي الابزار، ما كاينش شي توابل كثيره في هذا في كروكيتاس، ومع ذلك كيجيو لذادين. عندي القليل من الابزار الاسود، عندي القليل من الثوم بودره، ممكن تعملوا حتى البصل بودره، ولكن بما انني انا عملت واحد بصيله فغادي نكتفي غير بالثوم. غادي نعمل الفلفل الاحمر، البابريكا هذه الحلوه، هذه اللي كنت صورتها معكم في ميركادونا، كنعملها في هاد القنينه هذه زجاجيه من الاحسن. وعندي هنايا شويه ديال السوداني، هذه بابريكا اللي بيكانتي يعني اللي حاره، طبيعه الحال على حسب الذوق، الحار دائما كيبقى على حسب الذوق. وصافي، هادو هما المكونات. بالنسبه للكروكيتاس ديال اليوم ان شاء الله غادي نعملوهم في الاير فراير، يعني في المقلاه الكهربائيه، وبطبيعه الحال كل سيده طيبهم بالطريقه اللي كتعجبها. كاينه السيده اللي كيعجبها الكروكيتاس يكونوا على الطريقه الكلاسيكيه، يعني كيتقلاو، وهما بكل صراحه كيجيو مزيونين وكيجيو لذاد مقليين، حيت ديك القالي كيعطيهم واحد اللذه اضافيه. ولكن اللي بغات هكذا شي حاجه صحيه فتحاول مثلا تعملهم حتى في الفران كيجيو مزيانين، غير المده ديال الطهي ديالهم ما تكونش طويله باش ما يقصحوش. هذه واحد الحاجه مهمه بالنسبه للكروكيتاس في الفران، حيت الا خليتهم مده طويله كيجيو قاصحين. وصافي، يعني كل سيده طيبهم بالطريقه اللي كتعجبها. ونمروا للمرحله ديال التحضير اللي هي سهله جدا. غادي نضيف هنايا الكميه ديال التون اللي عندي، يعني جميع العناصر كامله غادي نضيفوها، المعدنوس، الجبن، التوابل، كذلك الفلفل والبصل. بالنسبه للملح، ما ضفتش الملح لان كلشي عندي مالح، يعني الارز سلقته في الماء والملح، كذلك الجبن مالح، البصل كذلك شحرته في المليحه، الفلفل هذا اللي مشوي حتى هو كيكون مرقد في ديك السائل اللي كيحافظ عليه كيكون حتى هو مالح، يعني لا داعي اننا نزيدو الملح. وبطبيعه الحال حتى كنخلطو كلشي كذلك، حتى الجبنه ديال الدهن كتكون شويه مالحه، فردوا البال لهذه المساله باش ما يجيوناش شي مالحين بزاف. نعمل رشيشه ديال الابزار، الارز كيبغي شويه ديال الابزار يجيو هكذا لذادين، شويه ديال الفلفل،
هذه اللي حاره، القليل من البودره ديال الثوم، يمكن لكم الا كان متوفر البصل في براسه هو تعملو، وحتى شويه ديال الاعشاب المناسبه، هذه الفلفل الاحمر اللي حلو، حتى الاعشاب المناسبه حتى هي مزيونه كنقدروا نزيدوها في هذا الخليط وصافي. وفي الاخير غادي نعمل واحد جوج ديال ملاعق ديال الجبنه، صافي. انا غادي نجمع العناصر اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. صافي، من بعد ما جمعت الخليط يعني خلطته مزيان، غادي نخليه يرتاح واحد شويه ويتماسك ويشبع في راسو ويتشرب ديك البيض اللي انا استعملته، وصافي تقريبا واحد ثلث ساعه حتى نصف ساعه. في هذه الاثناء غادي نحضر العناصر ديال اللي كنوجدوا بها الكروكيتاس ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا جات المرحله ديال تشكيل الكروكيتاس. انا بديت كنوجد بعض الوحدات عملتهم على هذا الشكل هذا، متوسطين كيجيو مزيونين كيعجبوني هذا الشكل هذا. بطبيعه الحال كل سيده تعمل الذوق ديالها، تقدروا تعملهم على شكل اصابع. عندي هنايا القليل من البيض مع شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الحليب. هنايا عندي الدقيق ديال الفينو اللي سبق لي تقاسمته معكم ديال ميركادونا بارافريير، هذا كيتعمل في اي حاجه كنقليوها اولا كنعملوها في الفران باش كنحصلوا على ديك القرمشه، خصوصا الحاجات اولا الماكولات اللي كندوزوها في البيض من بعد الشابلون. وهنايا عندي الخبز المحمص حتى هو، وصافي. هنا عندي شويه ديال الزيت باش غادي ندهن يدي، كتجيني العمليه كيسهل عليا العمليه ديال التشكيل. صافي، طريقه سهله، كلشي تبارك الله كيعرف يعملها. كنشكلوا الكويره ملي كنخليوها هذا الخليط يرتاح كيشبر في راسو، وديك البيض اللي عملنا كيجمع، واخا عملنا غير بيضه وحده فهي جمعت الخليط، واخا الروز هو معروف انه ما كيبغيش يتجمع بسهوله، ولكن كيف ما كتشوفوا معايا دغيا تجمعت لي. كندوزها اولا في الدقيق ديال الفينو اللي ممكن تعوضوه بالدقيق العادي الا ما كانش متوفر، يعني نفس النتيجه غير هذا كيزيد واحد القرمشه، صراحه كيجي مزيون، كتجي ديك الكابه ديال الكروكيتاس غليطه شويه ومقرمشه، والداخل كيجي هكذا معلك ومزيون. هذاك هو السر ديال الكروكيتاس اللي كيعجبونا كاملين، كتبقى من الشهيوات اللي محبوبه خصوصا عند الاطفال. وصافي، كندوز هنا في الشابلو وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنشكل كل شيء. عاد غادي نعملو في المقلات الكهربائيه، وثم الا كنتو عتقليهم من الاحسن تغطيهم وتدخلوهم نبيره واحد شويه حتى كيشبروا في راسهم مزيان، ومن بعد عاد تقليوهم. الزيت بطبيعه الحال في الاول كتكون ساخنه، من بعد كنقصوا شويه الحراره. بالنسبه للفرن، الحاجه اللي كناكد عليها ما تخليهمش يطيبوا بزاف في الفران، يعني على درجه اولا 200 درجه، ومن بعد يعني قسمين المكنه راهما كافيين، وتقدروا تحتفظوا بهم حتى في المجمد. يعني في هذه المرحله هذه كتعملوهم في شي صينيه هكذا تكون بلانه، وتغطيوهم مثلا بالسلوفان، اولا تغطيهم اولا بالبابيل ديال الفران وعاد السلوفان من الفوق. وملي كتبغيو تقليوهم يعني ديريكت للمقلات، ما كتخليوهمش ديسكونخيلاو، يعني ما كتخليوهمش يزلوا من داك الثلج، يعني كيف ما هما مجمدين صافي كتعملوهم يتقلاو. وصافي، انا عملت هنايا الورق ديال الفرن في القعر ديال هاد السيستا، هاد الشبيكه، باش كتبقى دائما محافظه عليها، وفي نفس الوقت ما كتلصقش نهائيا يعني، وكتبقى دائما القعر ديال المقله نقي. غادي ننزل نستف الكويرات اللي عندي. تبارك الله هاد الكميه اللي قلت لكم راه كتخرج واحد الكميه كثيره، خرجت لي هاد الصحن وتقريبا صحن في حاله ديال الكروكيتاس. غادي ننزلهم هنايا ونعملهم يتقلاو، وكيتعتبر قليل لان سبحان الله كيخرجوا محمرين ومزيونين وفي نفس القرمشه وبدون زيت. انا عملت لهم الحجم شويه كبير، سربيت يدي شويش، بغيتو تعملوهم الحجم صغير اعملوهم، وكذلك الا بغيتو تعملو غير نصف المقادير فممكن تعملو نصف المقادير. صافي، غادي نعملها المده بالنسبه لدرجه الحراره 200 و 15 دقيقه، هنا كتحددوا المده الزمنيه، وهنايا يعني درجه الحراره 200. صافي، من بعد ما دازت المده ديال
القلب ديالو صافي غادي نشوفهم كيفاش كندون بركة عليهم. هذا هو التحمير اللي بغيت باقي سخونين التحميره فيهم هي هذيك ما نزيدهمش اكثر من هيدا باش ما يقصحوش. صافي باقي سخونين غنسمع لكم القرمشه اللي فيهم مقرمشين وطيبين من داخل باقي سخونين. ها هما كيفاش كيجيو يعني شوفوا ما كيقصحوش من داخل كيبقاو معلكين من داخل ومقرمشين على برا. هادو هما الكروكيتاس هادي هي السر ديالو. صافي انا غادي نكمل الكميه اللي باقي ونرجع معكم ان شاء الله في طبق التقديم. الكروكيتاس ديالنا حبيباتي وجدوا جاو غزالين بزاف في المذاق ديالو من اروع ما يكون. عملتهم في طبق التقديم ورافقتهم مع بعض الصلصات بحال المستصى يعني المطرد شويه ديال الجبن. انا كنحاول نتفادى المايونيز اللي كيعجبها المايونيز تقدر تلفقهم بها حتى هي كتجي مزيانه وكذلك حتى الكيتشوب. هنايا عندي شويه ديال صلصه ديال السمك اللي ممكن حتى تعوضوها بصلصه السوجا وعندي شويه ديال الزنجلان المحمر باش نرفعوا لهم القيمه الغذائيه ديالهم وكذلك كنعطيهم واحد طوكي ازياتيك خصوصا اذا رفقناه مع صلصه ديال السمك اولا صلصه السوجا. جاو رائعين بزاف جاو مقرمشين بحال مقليين نتمنى تسمعوا القرمشه ومن الداخل وجاو رطبين كيف ما كتشوفوا من الداخل معلكين. وهنايا غادي نرافقهم بشويه ديال الجبن وكذلك شويه ديال الزنجلان وبالصحه والراحه. صراحه كيجيو مزيونين بزاف كنصحكم انكم تعملوهم وتعطيوهم للاطفال ديالكم كيعجبوهم بزاف الكروكيتاس. وصافي حبيباتي هنايا كنكون وصلت معكم نهايه ديال الفيديو. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وان شاء الله تقوموا بالتطبيق ديالو وتقولوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. نتلاقاكم فيديو مقبل بحول الله. شكرا لكم وشكرا على الوقت ديالكم. كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. نتلاقاكم فيديو مقبل بحول الله. مع السلامه.